وما زلنا مع الطرب والأغاني، لكن وش قصة قصيدة وش تبين؟ وردني سؤال من أحد المعجبين، أو بمعنى أصح من المعجبات، قالت لي يعني ليش أنت تتألم وليش تكتب بقايا جروح وكذا يعني، فقلت القصيدة هذه وش تبين بخفايا روح مجروح الزمن، وش تبين ما بقى للحب ما يسوى الثمن، من ضحايا العشق عشنا والجديد جروح لا ونس في خاف قلي ذاب عمره جروح، اتركيه اللي خفا بنفسي ومات لي جسد يا بنت فاركت الحياة والنتيجة مرة اشتهى بكتمان يلا هالنسيان. وابتدت تحلى السوالف مع أبو نايف. هذه مرة من المرات طالع الرحلة على وبيشة باتجاه النماص، طبعا كنا سيارتين وتعطلت واحدة، أخذنا منها اللوازم الاحتياجات اللي نحتاجها وشحناها للرياض، ورحنا 7 أشخاص على جيب نيسان. وصلنا تقريبا قبل بعد صلاة العصر تقريبا قبل المغرب، قيلنا ما قيلنا الحقيقة، كان فترة استراحة يعني في الفية، كان الظل قايم ظل الشجرة، لقينا داب يمكن طوله 1.5 متر ذبحنا. جاء المساء قلنا نبي نوصل المكان في أول السد وين ارتداد الماء من الجهة اللي يجي منها السيل في سد بيشة، طلعنا بالسيارة وقلنا نبي نشوف لنا محل، إلا والله من جنب السد حول الموتر على جنبه، تخيل جهة في الطين في الوحل وجهة في العزة مرتفع، دبل دفلك مالك سنة ما تنفع. ومن الساعة 5 يا الحبيب إلين 5 العصر تالي النهار إلى 12 في الليل ما في السيارة واحدة، سيارة واحدة كنا ننقل الحصى نشيل عشان نردمه فوق بعض ونرفع الموتر عشان نرفع على الحجر، يعني عمق الطين الوحل اللي حنا فيه يمكن 1.20 متر، فاضطرينا نردم الحجر فوق بعض حتى وصل للمنطقة القاسية تحت. شاهد الله نسمع أصوات غريبة، طبعا الوشيم صوت الهواء أحيانا بعض الثعابين يصدر الصوت يوش وش فحيح، فتخيل لا كشافات ولا شيء ونور الموتر وجهه باتجاه السد وقفاه باتجاه العزة، فكنا نشيل من الحصى والله ربي ساتر علينا ما تدري وش ونرمي. اي والله ودونا ذابحين واحد من قبل المغرب. المراد ان رفعنا الموتر الجنب الايسر اللي في الطين هذا كله على حجر ما شاء الله، اذا رفعناه وصفنا مثل الجدار القائم ولكن تحت الطين، بنته بنت. طلعنا الساعة 12 تأمنون بالله أي شيء نزل من الموتر ما رجع، حتى ملابسنا والله حتى ملابسنا ما طلع كلش طين، كل يعني تخيل أن الرجال بكبره كله طين، يعني اشتغلنا شغل نبي المخراج عفريته عصاها فرشات تحت الكفرات ملابسنا كل شيء جلس في المكان ما أخذنا شيء نهائي، غيرنا ملابس وطلعنا المنطقة أقرب منطقة كانت نوعا ما منبسطة ولكن أصغر حجر يمكن قطرة 2 بوصة 3 بوصة زين حرة حصى ما هو حرة لكن أفضل مكان يعني قريب، والله نمنا نومه على الحصى فرشنا نمنا نومه من التعب ما حسن من التعب ما حسن إلا بكرة